الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو لابستور بالسانفونيسيس. في الجزء السابق خليناها قدينا لطابل ديالنا مع الريلاسيون. في الجزء هذا قلنا غنزيدو الأدمين ديالنا، فباش نزيدو الأدمين ديالنا غنخدمو واحد الحاجة اللي سميتها الفيكتشرز. شنو هي الفيكتشرز؟ الفيكتشرز هي واحد لي كلاس اللي كيخليوك تزيد دي دوني في لطابل، يعني بلا ما تزيد الفورم، يعني كما الطريقة اللي كنعرفو ديال الفورم كتصيفط لي دوني، فبالفيكتشرز كتزيد المعلومات ديالك. فاول حاجه غادي دير هاد لعيبتي كهاد الكوموند هادي هي دات اكزيكوتي باش انستالي داك الباكيج. انا ديجا راني انستاليتو. فاش كتانستاليه غادي تمشي للبروجي ديالك، غادي تلقى بان تزدت هنايا طاطا هي فيكتشرز، وغتفتح غادي تلقى الاب فيكتشر اللي هي هادي. فاحنا هنايا غادي نزيدو لنا واحد اليوزر غادي يكون هو الادمين. غادي نقولو يوزر نيو يوزر، من بعد هاد المناجر هادي تا هي غادي نحيدو لها الكومونتير وغنديرو هكذا، وغنجيبو هاد اليوزر ونزيدو هنا. وما تنساش دير الامبورت لهاد لاكلاس اللي هي يوزر، زيدها هنايا هي يوز اب اونتيتي يوزر. من بعد سيدي غادي اول حاجه غادي نديروها هي غادي نزيدو واحد المود باس، غادي نقولو له بلين باسورد. هاد البلين باسورد هذا بلين باسورد سيدي كيساوي لنا، غادي نعطيوه المود باس ديال ادمين. ادمين نقولو مثلا ادمين 1 2 3 4. بعد سيدي غادي نكريبتيو هاد المود باس، هاد المود باس ما يمكنش يتونرجسترا ادمين 1 2، يعني خصو تكريبتا. غنكري واحد المود باس، واحد الفاريبل اخرى سميتها هاشد باسورد. هذا هاشد باسورد غادي نعطيها ديس. بعدا راني نسيت واحد القضيه، هي خصني نريكوبيري هاد الانترفاس هادي. غادي نزيد واحد الفاريبل هنا نسميوها هاشد باسورد، وغنعطيو لها البرايفيت. غادي نجيو نزيدوها هنا، وغادي نزيدو واحد الكونستركتور بابليك فانكشن كونستراكت. فهادشي راه ديجا كنت هضرت عليه في داك الدورة المبتدئين كما قلت لكم. فاللي مبتدئ يشوف داك الدورة الا ما كانش عارف هاد الكلاس هادي ولا هاد الانترفاس هادي، غير باش كنكريبتيو المود باس. الانترفاس سميتها يوزر باسورد، باسورد هاشر، هاشر انترفيس هي هادي. وما تنساش تريكوبيري هنايا، هي حيت انا كيريكوبيري اوتوماتيكيا. راه كاين واحد الباكيج كنظن سميتو اوتو امبورت ولا شي حاجه بحال هكذا، كاين في هنا في الفيس كود، هو اللي باش كنخدم هنا باش كيدير الاوتو امبورت بلا ما نديرو حنايا. غادي نجيو نعطيو هذا نفس الفاريابل غنزيدوها هنا، وهنا غادي نقولو ديس. فغير باش بلا ما نعاودو نبقاو نخدمو بهادي كل مره، داكشي علاش كنزدنا هنايا ديس هاشد باسورد اللي هي الفاريابل هادي هي تنها كتساوي لنا هادي. دابا سيدي ماشي، فانا سميتها هاشد باسورد، سميوها باسورد هاشر، يعني كتكريبتي المود باس ماشي باسورد هاشر، هاشر هكذا حسن، حيت الاخر غادي تخلط علينا مع الفاريابل الاخرى اللي ديجا عندنا. ما نديروش نفس السميه، باسورد 10. وهنا ديس كيساوي لنا باسورد 10 كتساوي لنا هادي. هاد الشيء زدنا حنايا غير باش نبقى من، حيت الا زدنا هاد الانترفاس هادي، هاد الانترفاس الا جبتيها وزدتيها هنايا غادي يعطيك ايرور، حيت هاد الفونكسيون لود ما عندهاش شي بارامتر اخر من غير هاد البارامتر هذا اوبجيكت مانجر، فغيعطيك ايرور. داكشي اللي زدتها هنا في هاد الكونستركتور هذا هنا باش نخدم بها، حيت انا في الاول زدتها في هاد، يعني زدتها هنايا بارامتر، جيت لهنا ودرت الفيرغول هكذا وجيت لهنايا وزيت هادي من هنا وزدتها هنايا باش خدمت بها هنايا. ولكني فاش صيفطت لي دوني لا باز ديالنا لا طابل، فعطاني ايرور قال لي خصك تريسبكتي لي بارامتر اللي كاينين في هاد الفانكشن لود. كاين بارامتر واحد اللي هو هذا، داكشي انا علاش انا زدت هاد الكونستركتور باش نخدمو بها. دابا هنايا حنا عندنا هاد الباسورد هاشر، هنا غادي نخدمو به، غادي نقولو باسورد هاشر،
باسورد 10 اللي هو هذا، وغادي نخدمو به وغادي نعطيو له المود باس اللي غادي يكري اللي غادي يكريبتي لنا، اللي هو هذا الهاشت باسورد اللي هو بلين باسورد، هذا المود باس اللي زدنا. فاحنا غير غادي نكريبتيوه، فهمتي؟ مال هذا شنو هادي؟ undefined method، ماشي معكي واش method هي هادي؟ واش راني غلطة نفس السمية ولا باسورد 10 ديس باسورد 10 هي هادي هي هادي هاد الميثود. وي غلطنا فيها ولا لا؟ عملنا واش غلطنا ولا كيفاش؟ ما غلطناش اخويا، حنايا ما كنغلطوش حنايا. راني غلطت انا في الاخر. ديس باسورد 10 وعاد فيها الميثود اللي هي هاش باسورد، هذا هو الغلط فين كاين. هنا عطينا البلين باسورد وخصنا نعطيها حتى اليوزر اللي هو هذا اليوزر هذا. فبلاتي نهبطو غادي نجيبو هاد لهنايا، حيت راه انا ما كنخدمش بشي حاجة، راه كنخدم غير من الاخر، حيت كان عندي واحد البس صغير كنت بعتو صافي. ما شحال هادي كنت كنحط الكود قدامي باش كنعقل. دابا راني كان مرة كنرد الميموار، من مرة كنخبش في التليفون الى حصلت، في حالة ما الى حصلت. في حالة الى ما عقلتش على شي حاجة. من بعد سيدي بلاتي غنساليو هاد الكود وغادي نعاودو نشرحوه. من بعد غادي نقولو يوزر غايب التي دابا غايت تبعوني، قولو هذا مسكين راه شي بوها لي كيهلل. غادي نشرح لكم هادشي من الاول حتى للتالي. غنقولو سيت سيت يوزر نيم، يعني اليوزر نيم غنعطيولو ادمين، وغنقولو يوزر سيت باسورد، غادي نعطيولو هاد الهاشت باسورد هذا، نقولو هاشت باسورد. ومن بعد غادي نقولو الرول، هنا فين كاين لا ديفيرونس مع اليوزرز الاخرين هو هذا، غادي نعطيولو في الرول ديالو، غنعطيولو الرول اللي هو ادمين وصافي. كنظن هادشي اللي كاين، ما تبقى غادي نصيفطو اليوزر لاباز ديالنا لا طابل ديالنا. فدابا غادي نعاود نشرح لكم هادشي. دابا سيدي ليتيليزاتور كرينا لوبجي مال الموديل اللي هو يوزر، هادي اول حاجة. ليتيليزاتور غيكون عندو واحد المود باس، هاد المود باس حنا ميمكنش نونروجيستريوه في لا طابل ديالنا هنايا، يعني في الباسورد ميمكنش نونروجيستريوه كيما هو، ميمكنش نونروجيستريوه بحال هكذا ادمين 1 2 3 4، والا غادي يولي ساهل على اي واحد انه يبيراتينا لا طابل. فحنا غادي نونروجيستريوه هاشد، هاشد هي مكريبتي، مكريبتي هي غادي يكون بحال هكذا، غيكونوا فيه ارقام وحروف. راه عندي انا ديجا هنا، علاش كنضيعوا الحجره؟ هو كاين هنايا في لاطاب اللي بروجي اللي خدمت انا، غادي نوريك المود باس كريبتي كيفاش داير. الى جينا لهنا اليوزر، ها هو شتي، هذا هو المود باس كريبتي، هذا هو المود باس. تكون عنده الرول ادمين واليوزر نيم ادمين، والمود باس ديالو داك واحد ادمين 1 2 3 4، غادي يكون على هذا الشكل مكريبتي، هذا هو الكريبت. فباش حنا نديرو هاد الكريبت هذا، هاد الكود هذا اللي كتشوف دابا انت هنايا، باش نديروه خصني نخدم بهاد الكلاس هادي، هاد الكلاس اللي هضرنا عليه، هاد الانترفاس ماشي كلاس، هاد الانترفاس اللي هي يوزر باسورد هاشر انترفيس هادي. ودابا انا كما قلت لك قبيله فاش زدتها عندي هنايا، فاش صيفطت لي دوني لا طابل، قال لي خصك تريسبكتي لي بارامتر اللي كتاخدهم هاد اللود، ما يمكنش تاخد جوج، فيها غير بارامتر واحد اللي هو هاد المناجر. جيت انا قلت انا اذا مادام كدا كدا شي، انا نخدمو بالكونستركتور. الكونستركتور شنو كيدير؟ كياخد هاد الانترفاس اللي هي هادي، كيعطي لنا لهاد الفاريابل هادي اللي هي هاد الباسورد 10. هادي هاد الباسورد 10 حنا غير سميه عطيناها، تقدر تعطي اي سميه بغيتي. دابا مني خدمنا بهذيك الباسورد 10، جينا سيدي لهنايا، هذا هو المود باس اللي غنعطيو ليتيليزاتور. فحنا خصنا نكريبتوه، باش نكريبتوه غنكريبتوه بهذا السطر هذا. فحنا عطيناه لهاد الفاريابل اللي سميناها هاشد باسورد، يعني المود باس اللي مكريبتي، كنخدم بهذا
الفاريابل هذه اللي زدنا الفوق، هذيك الفاريابل فيها هذا الميثود اللي سميتها هاش باسورد، يعني كتكريبتي المود باس. شنو كتاخد؟ كتاخد اليوزر اللي هو هذا اليوزر اللي كرينا، وكتاخد هذا الباسورد اللي غادي سكريبتي اللي هو هذا. من بعد خدمنا بالاخر بلا ميثود اللي كاينين هنايا في اليوزر ديالنا، باش نعطيو له، باش كنعطي له النيم كنقول سيت يوزر نيم، باش كنريكوبيريه كنقول جيت يوزر نيم. نفس الشيء بالنسبه للشيء الاخر، سيت رولز و جيت رولز. فحنايا اليوزر نيم عطينا له ادمين، المود باس عطينا له هذا المود باس اللي هو كريبتي، والرول عطينا له الرول بانه راه ادمين، ومن بعد غادي نصيفطوه للطاب ديالنا ونرجستري. فهذا هو المعنى ديال هذا، ديال هذاك الكود كامل. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا غير نصيفطو داك الفيكتشرز ديالنا. فباش نصيفطو الفيكتشرز كاين واحد الكوموند اللي سميتها كنظن شي حاجه لود، فايلا عطنا لهنايا هي هاد لود هادي، غادي نكوبيها من هنايا ونجيبوها ونيكزيكوتيوها هنايا ونديرو اونتري. ف فهاد المرة فاش درت كونترول سي حبس، فنعينو على ما عطينا وصف. فهنايا قالك بأنه راه غادي نصيفط لي دوني، غادي نقول ليه يس. فهو مشى. إلا مشيتي دابا لطاب ديالك، مشينا لفين هي لاباز ديالنا هنايا، لاباز دوني بدلناها، غنمشيو لاباز دو دوني ديالنا اللي هي هادي. الا مشينا لليوزر، ها هو عندنا واحد اليوزر واحد. الا مشينا لليوزر فهو ادمين وعندو الرول ادمين، وهاديك الفونكسيون اللي هضرنا عليها، داك الكود اللي درناه هو اللي كريبتنا هاد المود باس، عطانا بهاد الشكل هذا، هاد الكود هذا هو هاد الكود هذا. فدابا داك الادمين هاد ادمين 1 2 3 4 اونجيسترات كريبتي بهاد الشكل هذا هي هادي. فهاد الكود هذا هو اللي خلانا نديرو داكشي. فهذا مكان غادي نوقف هنا، عجبك هادشي جمجم بارطاجي تابونا اشتركوا، نشوفو في الجزء القادم.